ننتقل مشاهدينا إلى إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حيث أطلقت تحدي وازن لصحتك بعنوان تحدي وازن أو تحدى وزنك واكسب صحتك. خلونا نتعرف عليه من خلال ضيفتنا في الاستوديو، لكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله. للمزيد من التفاصيل حول تحدي وازن لصحتك، يسعدنا أن تكون معنا في الاستوديو الأستاذة شمسة عبد الله العبدولي، مدير شعبة الدعم المجتمعي بإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. حياك الله شمسة، يا هلا ومرحبا بك ويانا. الله يحييك، أهلا وسهلا فيكم. أول شيء يعني في البداية خلينا نتعرف على أهم الأهداف اللي وضعتموها نصب أعينكم عند يعني القيام بتنظيم هذه الفعالية، فعالية تحدي وازن لصحتك. نعم طبعا، أول شيء نحن في الإدارة عندنا عدة برامج، من ضمنها برنامج وازن. نعم. برنامج وازن هو برنامج مخصص لفئة الموظفين، والهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو السعي لتحسين الصحة العامة للموظفين، وكذلك إلى تحسين بيئة العمل اللي يشتغل فيها هؤلاء الموظفين. نعم. بحيث أنها تكون بيئة عمل داعمة لصحة الموظف. مثل ما نعرف أن صحة الموظف بطريقة أو بأخرى راح يكون لها أثر على إنتاجية هذا الموظف، على نسبة تغيب هذا الموظف، وعلى أمور أخرى. فلذلك ركزنا على صحة الموظف والبيئة اللي تدعم هذا الموظف عفوا، وتكون بيئة داعمة صحية لهذا الموظف. جميل. بالنسبة للتحدي، التحدي هو أحد مبادرات برنامج وازن، ويأتي هذا التحدي تماشيا مع استراتيجيات ومستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. والتي تخص تقليل نسب السمنة وزيادة الوزن في دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك نسعى من خلال التحدي إلى مساعدة الموظفين المشاركين إلى إنقاص أوزانهم بشكل صحي وصحيح، لأن مثل ما تعرفين اختريم، بعض الأشخاص بشكل عام مش فقط الموظفين، يوم بينزلون أوزانهم ممكن أن يتجهون لطرق غير آمنة أو غير صحية. نعم. مثل عنا اتباع أنظمة عشوائية، سمعوا عنها، أو تناول بعض الأعشاب وغيرها. نعم. نعم ممكن يسبب هذا خطر عليهم، فنحن هني في التحدي نساعدهم على إنقاص أوزانهم بشكل صحي وآمن بإذن الله. كذلك عنا من خلال التحدي نهدف إلى نشر الوعي الصحي بأهم المواضيع الصحية بين الموظفين بشكل خاص، وكذلك بين أقرانهم وأهاليهم ربما. نعم. نعم. يعني أنا أعتقد أن استهداف الموظفين بحد ذاته هي فكرة جدا ممتازة، لأن من الموظف أنا أقدر أدخل لعائلته، لأصدقائه، لأقربائه، للمجتمع من حوله، ولذلك يعني
يمكن دائرة الموظفين البعض يعتبرها دائرة صغيرة، ولكن الدائرة تتبعها دوائر أكبر، أكيد وهي دائرة العلاقات بالتأكيد اللي تحيط بهذا الموظف. الحقيقة الشعار أو العنوان اللي جاء تحت هذه الفعالية عنوان ملفت ربما، تحدى وزنك واكسب صحتك. صحتك. خلينا نتكلم عن هذا العنوان واختياره. نعم، بالنسبة لي العنوان أول شيء مثل ما نعرف يمكن أغلب الناس ممكن يأيدوني في هذا الموضوع، أن موضوع رحلة خسارة الوزن قد تكون ليس بالأمر السهل على بعض الأشخاص، ممكن أن يواجهون بعض التحديات، بعض الصعوبات في إنقاص أوزانهم، خاصة أن يكون هذا النقصان نقصان مستمر وبشكل صحيح وصحي وآمن. فهذا الموضوع قد يكون تحدي لبعض الأشخاص، وأهم نقطة أن الشخص يكون عنده عزيمة ويكون عنده إصرار ويكون عنده هدف واضح ليتمكن من النزول نزول آمن وصحيح بإذن الله. كذلك الاسم هذا تحدى وزنك واكسب صحتك، فالشخص إذا تحدى نفسه وتحدى وزنه وقدر أنه ينزل هذا الوزن، فبالتالي راح يكسب شيء عظيم وهو صحته، راح يعني يقي نفسه من الإصابة بالعديد من الأمراض، لأن هناك أمراض مرتبطة بزيادة الوزن. صحيح. كذلك راح يعني يعزز إنتاجيته في العمل، وراح بإذن الله يعيش حياة صحية أفضل. نعم، يعني الحقيقة الرياضة وأسلوب أو نمط الحياة الصحي لا يؤثر فقط على الجسد، وإنما يؤثر حتى على العقل. أكيد. شمسة، إذا فينا نقول، ولو تحدثنا عن هذا الأمر راح يطول الحديث والشرح بالتأكيد، لكن خليني أرجع للفئات المستهدفة من هذا التحدي. نحن يمكن تكلمنا قبل قليل وذكرنا أنه يستهدف الموظفين، لكن دعينا نتعرف على الفئات، نتعرف على إذا ما كان هناك شروط معينة حتى الشخص يدخل هذا التحدي. نعم، مثل ما ذكرنا أن البرنامج موجه لفئة الموظفين، في المستقبل هناك خطة أن يشمل البرنامج يتوسع للموظفين وأقرانهم وأقربائهم وغيره إن شاء الله. بالنسبة للشروط، أول شيء أول شرط أن يكون موظف في حكومة الشارجة، ثاني شرط عنا أن يكون يعاني هذا الشخص من زيادة الوزن. نعم. وممكن أن يكون عنده معدل كتلة الجسم، نحن عندنا تقسيمات لمعدل كتلة الجسم، إذا كان مثلا 29.4 أو 25 عفوا وأكثر، فهني يبدأ الشخص يعاني من زيادة الوزن، فهذا الشرط لازم يكون متوفر. كذلك الشخص اللي راح يشترك في هذا التحدي عليه أنه يحضر جميع المحاضرات التوعوية اللي راح تكون إن شاء الله ضمن هذا التحدي، عشان ما يتم استبعاده بعدين من التحدي. نعم، بنتكلم بالتأكيد عن هذه المحاضرات والفعاليات اللي تتبع هذا التحدي، لكن خلينا نتكلم يمكن شمسة عن تأثير ربما السمنة وزيادة الوزن على الموظف، وكيف يعني انقاصه من وزنه ربما واكتسابه لنمط حياة صحي ممكن أن يؤثر بشكل إيجابي حتى على إنتاجية الموظف. أكيد. طبعاً عندنا في البداية السمنة بشكل عام ليس فقط عند الموظفين، هي كيف تحدث؟ تحدث زيادة الوزن والسمنة يحدث من خلال أن تبدأ الدهون تتراكم في الجسم شوي شوي. صح. لما يطوف هذا المعدل الطبيعي، فهني تبدأ عندنا زيادة الوزن والسمنة. تراكم هاي الدهون في الجسم خاصة في منطقة البطن خلينا نقول ممكن أن يؤدي إلى مشاكل عديدة، الدهون تبدأ تدخل بين الأعضاء تغطي الكبد تغطي البنكرياس، فبالتالي يبدأ عندنا تستوي مشاكل عديدة مثل تكون هذه الدهون على الأعضاء. نعم. وبالإضافة إلى مشاكل مثل ممكن الشخص اللي يعاني من زيادة الوزن والسمنة يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مثل عندنا مرض السكري، ضغط. صحيح. الدم، الاختناق أثناء النوم، هذه مشكلة جدا يعني تكون شديدة بالنسبة للي يعانون من السمنة وزيادة الوزن. نعم. ومن هذه الأمور، فإذا الشخص يعني وقف وقفة وحاول أنه ينزل وزنه
راح يساعد انه يقي نفسه من هذه الامور، وبالتالي هذه الامور مثل ما ذكرنا ممكن تاثر على انتاجيته في العمل ونسبه التغيب في العمل. نعم. فاذا هو يعني حاول انه ينقص من وزنه حتى الامور الخاصه بصحته بشكل عام وبعمله راح تتاثر ان شاء الله بشكل ايجابي ان شاء الله باذن الله. هل هناك عدد معين شمسة بالنسبه للموظفين اللي تستهدفونهم من ضمن هذا التحدي؟ نعم، بشكل مبدئي هذا التحدي اول مره نطلقه خلال هذا العام. نعم. راح نستهدف 100 مشارك في التحدي، ولكن في المرات المقبلة أو السنوات القادمة إن شاء الله هناك إمكانية لتوسيع هذا العدد وزيادة هذا العدد بإذن الله. بإذن الله. شو هي الفترة الزمنية المخصصة لهذا التحدي؟ نحن بدينا في 12 ديسمبر، كان عندنا جلسة تعريفية للتحدي، وكان في هناك حضور من الموظفين في حكومة الشارجة. خلال هذه الجلسة قمنا بالتعريف بهذا التحدي والشروط وكل الأمور المتعلقة بالتحدي، وفي النهاية تم وضع رابط المشاركة، وما شاء الله من وضعنا رابط المشاركة بدأت عندنا المشاركات وصلتنا يعني الحمد لله. فانطلقنا من 12 ديسمبر، والتسجيل في التحدي جاري إلى 30 ديسمبر. 30 ديسمبر راح يكون آخر موعد لاستقبال المشاركات في التحدي، من بعد ذلك راح نبدا التحدي في شهر يناير ان شاء الله 2023 الى يوليو 2023. المده راح تكون 6 شهور تقريبا. جميل. وراح تكون رحله التحدي ورحله انقاص الوزن ان شاء الله للموظفين باذن الله. هاي طبعا فرصه ودعوه لكل الموظفين اللي تابعونا اليوم، بادروا بالتسجيل لهذا التحدي، عندكم فرصه حتى نهايه العام، نهاية 2022 هاشمسة، أو يعني نهاية هذا الشهر لين تاريخ 30 مثل ما ذكرت أختي شمسة، بإمكانكم تدخلون بالتأكيد على الموقع وموقع إدارة التثقيف الصحي، أو كذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بإمكانكم تتعرفون أكثر على هذا التحدي وتسجلون فيه لين تاريخ 30 ديسمبر. نرجع للحديث عن الفعاليات اللي بتصاحب هذا التحدي من محاضرات توعوية وغيرها، ما هي هذه الفعاليات وعلى ماذا سترتكز؟ بإذن الله راح يكون في سلسلة محاضرات توعوية للمشاركين في التحدي. هنا. المحاضرات راح تقدم من قبل نخبة من الاختصاصيين والأطباء في المجال الصحي بإذن الله. راح نتناول أهم المواضيع اللي تخص الصحة بشكل عام ونزول الوزن بشكل خاص. راح نتكلم عن الخرافات اللي منتشرة حول انقاص الوزن، أهمية الرياضة، شو هي الطرق الصحيحة لإنقاص الوزن، إضافة إلى المصادر الموثوقة اللي يقدرون يأخذون منها المعلومات الصحية والموثوقة. نعم. بالإضافة إلى العديد من المواضيع بإذن الله. بإذن الله. ما الذي سيتم تقديمه أيضا للمشاركين في هذا التحدي إضافة إلى كل ما ذكرناه سابقا؟ بالإضافة إلى ذلك طبعا راح يكون في جوائز لكل المشاركين. نعم. أول 50 مشارك راح يحصلون على الميزان الذكي. بالإضافة إلى المشاركين الآخرين راح يكون لهم توزيعات أدوات رياضية، وهاي الأدوات راح تكون بسيطة بحيث أنهم يقدرون يأخذونها معهم للمكاتب ويبدون يمارسون الرياضة في أماكن عملهم إن شاء الله. كذلك عنا نعمل على يعني توفير العروض للمطاعم الصحية للموظفين. حلو. طبعا مش أي مطعم يقول أنه صحي هو صحي، نحن لازم نتأكد، نحن من خلالنا نتأكد من الوجبات وغيرها، ونحاول نتعاون وياهم أن يقدمون عروض إن شاء الله، وكذلك عروض على نوادي رياضية. جميل. إضافة إلى ذلك طبعا راح يكون جوائز نقدية للفائزين في التحدي، واللي راح يكون عددهم 2 فئة، شخص من فئة الذكور وشخص من فئة الإناث بإذن الله. بإذن الله، يعني في خلنا نقول برنامج كامل متكامل. نعم. فوائد عديدة إن شاء الله راح تحصلون عليها من وراء اشتراككم في هذا التحدي. هل هناك أيضا برامج أخرى حابة تتكلمين عنها أختي شمسة وممكن تساعد الناس في عملية إنقاص الوزن؟
أنا لاحظت في الجلسة التعريفية اللي قمنا فيها أغلب الناس، بعض الناس اللي حضروا كانوا يسألون هل هو ليش بس فقط للموظفين؟ ليش نحن يعني الفئات الباقية ما نقدر؟ نحن عندنا برامج أخرى، مثل عندنا برنامج أسلوب حياة، هو برنامج لكافة فئات المجتمع، كل الناس من كل الفئات يقدرون يشاركون فيه. برنامج نقدم من خلال الاستشارات التغذوية، الأنظمة الغذائية، حساب السعرات الحرارية، وأمور كثيرة نقدمها من خلال هذا البرنامج، إلى جانب عندنا جلسات افتراضية. راح يكون عندنا تاريخ 27 إن شاء الله جلسة أسلوب حياة، جلسة مباشرة يتم من خلالها استقبال استفسارات الجمهور والرد عليها بشكل مباشر. طبعا الاستشارات تكون الاستشارات الخاصة بالتغذية والأمور الصحية. جميل. ما في فعالية تقام في إمارة الشارقة إلا ويكون فيها شركاء دائما، من هم شركاء هذا التحدي؟ نحن عندنا الشريك الاستراتيجي لبرنامج وازن المرحلة الثانية هم جامعة الشارقة، ولكن الراعي في التحدي هم مستشفيات ومراكز متكير الطبية، راح يقدمون لهم الاستشارات التغذوية والفحوصات اللازمة للموظفين المشاركين، كذلك راح يتم تقديم الجوائز والتوزيعات بعضها من قبل مستشفيات متكير. نعم، كل التوفيق إن شاء الله لكم في تنظيم هذا التحدي، وكل التوفيق إن شاء الله اللي بيشاركون في هذا التحدي. المكسب في مكسب فقط، ما في خسارة من اشتراككم في هذا التحدي. بشكل مجاني، الناس يمكن تدفع عشان هي تخسر وزن، ولكن نحن اللي نعطيهم جوائز وغيره، فهناك في تحفيز إن شاء الله. ونقطة أخيرة كريم، يقدرون يشاركون في هذا التحدي من خلال متابعتهم لمواقع التواصل الاجتماعي شارجة أندرسكور هيلث، راح يحصلون الباركود أو الرمز التعريفي والرابط للمشاركة. نعم، للتسجيل أو المشاركة راح تحصلونه مثل ما ذكرت أختي شمسة مباشرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. كل اللي عليكم انكم تبحثون عن إدارة التثقيف الصحي أو التحدي، تحدي وازن لصحتك، وأعتقد أنه راح تلاقون كل الأجوبة للأسئلة اللي تدور في بالكم. يمكن شكرا لك أستاذة شمسة عبد الله العبدولي، مدير شعبة الدعم المجتمعي بإدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. شكرا لكم. شكرا. وصول لكم دعمكم الدائم لبرامج إدارة التثقيف الصحي. واجبنا، أكيد واجبنا. شكرا لك.